بسم الله. اللهم أعنا على ما تحب، وبارك لنا في سعينا، واجعلنا ممن أحببتهم وباركت فيهم وفي أعمالهم ونواياهم وخطاباتهم، أمين يا سميع يا كريم. الآية التالية 43 من سورة البقرة، لفاش دوكاو، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما عندهم شيء من هذا، واركعوا من الراكعين هم من الرافضين، الركوع ما يركعوش، احنا من نسمع به الله اللي قلته، اللي قلته ولا قال لنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه حقيقتهم. راهو اللي يبربش شوية، اللي يتعمق شوية في البحث في شأن هؤلاء الأنذال، يفهم اللي كونوا يقالوا ربي رفضوا بجملة وتفصيلا. عاد ربي يلومهم، يقول في آية 44 من نفس السورة: أتأمرون الناس بالبر؟ البر هو أحسن الطاعة وأحسن الاعتراف بفضائل وعطاءات الإله وآلاء الإله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وهذه علامة نفاق المطلق. أنا نأمر غيري بالبر وأنا ناسي نفسي في هذا المجال. إذن سمعنا في الحقيقة نفاق في نفاق، ومصحوب بعصيان الإله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ اللي يتلو الكتاب حقيقي ما فهم أن القلة، اللي عنده في ذاكرته اللي الكتاب أي التوراة أو الزبور الإنجيل كما نزل، وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلوا شبيكو، وزاد دي زنزونسي بلا شيء عقل، وزاد إيراسيونال سديبو إلفو موك توت سورت دو ريزون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تردوا الكتاب أفلا تعقلوا؟ والآية 45: واستعينوا بالصبر. شوف كم من نصيحة يعني ساق الله إلى هؤلاء لا الأشرار الكفر الفجرة. واستعينوا بالصبر، هم صابرين دائما، هم دائما في الاعتداء على الغافلات، يعني الأديرة والكنائس والصالوتات اللي فيها أي مكان لعبادة الأنذال من الناتين أي اليهود، تلقى فيها دائما العملية الجنسية الغير مشروعة. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها أيوة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ يعني بلغة أخرى أنتم غير عاقلين، وذلك إحنا نقولوا اللي كما الكرب غير عاقلي، كانوا عاقلين، كانوا من جملة أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، واللي مش عاقلين كذلك اليهود الناتنين اللي اليوم يقود فيهم الناتن هو نتنياهو، والآخرين كذلك ربما أشر الجمع والفرع الثالث للصهيونية العالمية. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين، يكبر شأنها وما يمشيش السلام لأنه ما همش مهلين باش يقوموا بحاجة ياسر خيرية ونتائجها إيجابية عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. واستعينوا بالصبر
والصلاة وأنا الكبير هذا الخاشعين لي بيو لي هامبل ils sont la plupart du temps en train de prier Allah le vrai créateur unique والسلام علينا أهل محمد عليه الصلاة والسلام.